طيب خلينا نوقف وهنرجع مرة تانية. الحقيقة في كلام لسه معانا عن النادي الأهلي وعن كمان تحضيراته واستعداداته لكأس العالم للأندية، بس خلينا نقف بقى كأس العالم لكرة اليد. هيكون معانا نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار الأستاذ شريف حنفي، وهو أيضا مسؤول عن اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، هيكون معانا على التليفون نعرف آخر التطورات والاستعدادات والتجهيزات وكمان القرارات الخاصة بالبطولة من خلال مكالمتنا معاه. مساء الخير يا أستاذ شريف. مساء الخير يا استاذ احمد، مساء الخير يا استاذه ساره، منورين ومتالقين كالعاده. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني يمكن كنت بقول في بدايه الحلقه طبعا احنا خلاص يومين ونبتدي بقى مشوار بطوله كاس العالم لليد، ان شاء الله تكون بطوله ناجحه وموفقه وان شاء الله منتخب مصر يشرفنا. يهمنا نعرف اخر التطورات، يعني كنت بقول قبل الهوا على طول انه مفترض انه في اجتماع هيجمع الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور اشرف صبحي، الدكتور حسن مصطفى عشان مناقشه التفاصيل او الرتوش الاخيره على بطولة كأس العالم، نعرف من حضرتك آخر التفاصيل. هو مبدئيا احنا مش لسه هندخل في البطولة، احنا دخلنا في البطولة. البطولة شغالة فعلا، اليابان وصلت من يوم 3 ولعبت ماتشين مع منتخب مصر، وكان المفروض البرازيل توصل، وبكرة ان شاء الله هيوصل 5 منتخبات، الارجنتين والبرتغال وايسلندا والكونغو، وبعد بكره هيوصل ان شاء الله، ده خبر مصري، هيوصل كاس العالم لمصر مع الدنمارك، مع منتخب الدنمارك بطل العالم. وهيبقى في استعدادات خاصه طبعا لاستقباله، لان دي النسخه الاصليه من كاس العالم، ثمنها حوالي 500,000 يورو، فطبعا هيتم بقى الاحتفاظ بيه في مكان امن لحد ما ان شاء الله ياخدوا البطل الجديد، ونتمنى ان شاء الله انه يبقى في مصر ما يمشيش تاني. يعني يا ريت طبعا، ده حلم كبير، واعتقد قمه نجاح تنظيم مصر البطوله ان منتخبنا الوطني يفوز بيها. طيب فيما يتعلق بحضور الجماهير، يعني اخر حاجه عرفناها كانت قبل كده انه الساعه الخاصه بحضور الجماهير اللي هيتم السماح بيها ما بين 20% من ساعه كل الصالات، هل ما زلنا عند الرقم ده ولا في احتمال الموضوع يتغير؟ والله هو حاليا في اجتماع، هو في طبعا متابعه يوميه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور اشرف صبحي هو رئيس اللجنه العليا للدكتور مصطفى مدبولي، والراجل الصراحه يوميا بيتابع مع اللجنه المنظمه المهندس هشام نصر والكابتن حسين لبيب وكل مجموعه العمل. في اجتماع حاليا دلوقتي واحنا بنتكلم مع حضرتك بيناقشوا فيه اخر تطورات موضوع الجمهور عشان ما نسبقش الاحداث، لان او نقول حاجه متوقعه ممكن تحصل. وقبل الاجتماع في كان اخر نسبه للجمهور 20%. تمام. الاجتماع بقى ممكن الموضوع يمشي ازاي؟ ممكن ايه اللي يحصل؟ طبعا من معلومات بقى خارج الاجتماع ان طبعا في برضه بعض الفرق ليها تحفظات على موضوع الجمهور، وبرضه قلق رغم ان مصر بتنظم ابتكارات مصريه خاصه جدا في المونديال، فعلا فعلا هي حديث العالم، الكبسوله الطبيه فكره مصريه 100%، الكبسوله دي عباره عن فكره للعزل، انت بتعزل بيها الناس من اول بتستقبل الضيوف من باب الطياره، بتاخدهم بشكل عزل لحد فندق الاقامه المعزول تماما، اللي بيخش حاجه اسمها البابل ده لا حد يدخل فيه ولا يخرج منه. نظام الباب للباب ابتكار مصري 100%، الاحترازات الطبيه على اعلى مستوى، ومع هذا برضو طبعا حضرتك عارف ان مصر بتنظم بطوله في ظروف استثنائيه جدا. طبعا كورونا بعيدا عن اننا يمكن احنا بنواجهها بقلب جامد شويه. هي عامله بره رعب شويه، احنا يعني قول شويتين ثلاثه 10 قول زي ما انت عايز يعني. لكن هي عامله رعب حقيقي بره فعلا، ده حقيقي. بالظبط. والارقام بره الحقيقه مخيفه جدا ومفزعه جدا، فمن من المؤكد انك بتستقبل الناس وانت عارف انه في خلفيتهم او في يعني ذهنهم حالة قلق وتوتر كبير جدا من المشاركة في بطولة بتشارك فيها عدد كبير جدا من فرق العالم المختلفة. والله يعني حضرتك لو يعني أنا نفسي كل مصر والعالم يشوف اللي مصر عاملاه بصراحة، حاجة نفخر بيها قصاد العالم كله. أيوه. وملاعب على أعلى مستوى أنا ما شفتش زيها في حياتي، أنا راجل حضرت 3 بطولات عالم، عندنا في العاصمة الإدارية، عندنا في برج العرب، عندنا في صالة اكتوبر، عندنا في استاد القاهرة، 4 صالات عالمية على احدث سيستم عالمي. الاقامة، الاعاشة، الاستضافة، الاجراءات الطبية والاحترازية، يعني الواحد بس كان نفسه ان البطولة تبقى في ظروف عادية، بس هي في كل الظروف البطولة دي هتبقى مرجع
لكل دول العالم، وحضرتك سجل الكلام ده لان التجربه المصريه كل الناس بتتابعها ويكفي. ده انا كنت لسه عايز اقول لحضرتك، يعني اذا كان الوضع بالصوره دي احنا عندنا 32 منتخب، وزي ما حضرتك قلت فكره الكبسوله الطبيه والعزل والاجراءات الاحترازيه والوقائيه، ده ممكن يكون نموذج مصر تصدره للعالم ويساهم بشكل كبير جدا في نجاح واستكمال عدد كبير جدا من البطولات اللي ممكن في القريب جدا تكون مهدده بالالغاء. يا استاذ احمد، ما فيش ولا بطوله في العالم من ساعه الكورونا كامله او تجمع كامل اقيمت، يعني يكفي ان اليابان وما ادراك ما اليابان تنصلت من، يعني تم تاجيل اولمبياد يعني طوكيو. ايوه اولمبياد طوكيو تم تاجيلها سنه، والكلام هو زي ما انت شايف وكالات الانباء العالميه النسخه الجديده بعد التاجيل في مهب الريح. فحضرتك اللي بيحصل في مصر ده الناس بتعتبره اعجاز، استضافه 32 دوله على فكره، اخر نسخه قبل دي كانت 24 دوله بس، دي اول مره في التاريخ تتعمل، يعني برضو من حظنا. كانت بتتعمل ب 24 نسخه، ب 24 منتخب، واخر نسخه يكفي ان حضرتك تعرف بس ان كانت في المانيا والدنمارك مع بعض، يعني دولتين من اعظم دول العالم بيتقاسموا التنظيم ل 24 فريق. فتخيل حضرتك ان مصر الدوله الوحيده، وبعد مصر يعني ده تصريح من رئيس او خارج من الاتحاد الدولي، ان ما فيش نسخه ثانيه هتشيلها دوله منفرده تماما. فده يقدر ويعكس قيمه مصر عند العالم والثقه اللي موجوده، والحد الحمد لله لحد دلوقتي كل الفرق مأكده الوصول. أيوة. ومفيش حد اعتذر للثقه برضو، هم عارفين هم برضو جايين فين. طب انا عايز اسال حضرتك برضو تطمنا على شكل منتخب مصر بعد المباريتين الوديتين اللي خدهم قدام منتخب اليابان. منتخب مصر يعني كره اليد حاجه تانية خالص، يعني هو هي هي هو هو كوكب مختلف عن الرياضه المصريه للامانه. ناس محترفه جدا، ناس شطار جدا. في المجموعه اللي بتتكلم في الاتحاد، المهندس هشام نصر، كابتن مؤمن صفا، كابتن علاء السيد، كابتن حسين لبيب، اللعيبه عارفه هي بتعمل ايه كويس، الكلام ده عن قرب، مركزين بيلموا نفسيهم. طبعا احنا منتخب مصر بطل افريقيا، اخر نسخه خدها من تونس في ارضها، بيشارك وهو كان المفروض يروح الاولمبياد. البرنامج بتاعه طبعا اتضرر جدا لان تم مثلا الغاء اكثر من 17 مباراه وديه تجريبيه. ايوه الكورونا طبعا اضعفت برنامج اعداده، لان طبعا بس فيما يتعلق ببرنامج الاعداد استاذ شريف، ده يخص او يمس كل منتخبات العالم، يعني ده اثر على برامج الاعداد. لا، اوروبا بتلعب مع بعضها، خلي بالك. اوكي، يعني اوروبا يعني مثلا دوري ابطال اوروبا النسخه الاخيره كانت شغاله لحد لسه خلصانه من 4 5 ايام. تمام، واخد بال حضرتك. لكن أوكي. احنا فيما يخصنا احنا لعبنا مع البحرين ولعبنا مع اليابان. ما شاء الله احنا عندنا المنتخب الحالي مندمج من 3 اجيال الشباب، ثالث العالم، عندنا الناشئين ابطال العالم، عندنا طبعا المنتخب الكبير الخبرات ممدوح هاشم والاحمر وعلي زين، مش عايز انسى حد لانه كلهم نجوم كبار، يحيى خالد. توليفه محترمه. احنا ان شاء الله تجربه اليابان جاءت مطمئنه، الماتشين كسبنا فيهم، وبنامل ان مع مباراه تشيلي مباراه قويه. الماتش الاول لينا في بدايه البطوله. نعم، الماتش الاول لينا في بدايه البطوله ان شاء الله يوم الاربعاء. الماتش الاول لينا، تشيلي مش فريق سهل، تشيلي فريق لعب نهائي امريكا اللاتينيه. نامل ان احنا ان شاء الله مستوانا يرتفع تدريجي مع البطوله ان شاء الله. وباذن الله نوصل يعني نوصل، هم مجموعه كره اليد ما شاء الله كده كده نجوم، يعني اخر بطوله في المانيا والدنمارك كانت بطوله شرسه جدا وحققنا ثامن العالم. طب ما تقول لنا كده يا استاذ شريف، يعني حفل الافتتاح البرنامج هيبقى ماشي ازاي؟ لانه اكيد هيحظى باهتمام عالمي كبير جدا. حفل الافتتاح حتى الان التنظيم مسنود لشركه كنديه متخصصه في الموضوع، ومصر بتتعامل مع الموضوع باحترافيه جدا، يعني كل حاجه ادي العيش لخبازه، الناس دي شطار في كذا، احنا بنعمل كذا. المهم ان حضرتك طبعا شفتي حفل القرعه، بالزبط. حتى الان مسار حديث العالم فعلا، واتكتب عنه في انه من اقوى حفلات اللي تمت في تاريخ المونديال، وده يكفي يعني حقيقي. هو كان مبهر جدا طبعا.
نعم كان مبهر جدا يعني، وده واحد من المكاسب. احنا عندنا ما شاء الله يعني انت لازم لازم تستغل ده يعني، حدث مهم زي ده وتسليط الضوء عليه طبعا. وكالات انباء والعالم كله بيتابع، لابد انك انت، وده واحد من المكاسب انك تستضيف البطوله، انك انت تسلط الضوء على مصر بمكانتها بتاريخها بواقعها وحاضرها الجديد اللي بتعيشه دلوقتي. بيتهيألي ده واحد من اهم مكاسب البطوله. هو فعلا مصر بتعيش في العصر الحالي نيو لوك حضاري غير عادي يعني. للامانه الواحد فخور بكل حاجه هو بيشوفها، وكل حاجه بتحصل لقدام. الرئيس مدينا دفعه كبيره ومدي البطوله دفعه كبيره ومجمد قلبنا بصراحه يعني. كل حاجه احنا هنقدر، الناس كلها شغاله بقوه دفع قويه جدا. نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكتب الخير للنسخه ال 27 من البطوله وتخرج بالشكل ان شاء الله. ان شاء الله بنشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف حنفي نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، بشكرك وبعتذر جدا لدي الوقت، وإذا سمحت لنا زمايلي في فريق الإعداد هيتواصلوا مع حضرتك نعرف من حضرتك آخر التطورات، خصوصا كمان فيما يتعلق بالنسبة اللي هيتم إقرارها وهيتم الموافقة عليها فيما يتعلق بالحضور الجماهيري.